مشاهدي قناة أصوات، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة. موضوع الحلقة اليوم هي قضايا التعليم. نستضيف في حلقتنا الأستاذ عبد الوهاب السحيمي، منسق الأساتذة حامي للشهادات العليا. مرحبا بك أستاذ. مرحبا، شكرا أستاذ النصيري، تحية لك وتحية لقناة الإلكترونية أصوات على اهتمامها بقضايا التعليم وعلى المتابعة كذلك هذه مختلف الملفات وكذلك الحضورها في مختلف الأشكال النضالية لدخول النساء ورجال التعليم، وكذلك تنضمن معهم على القمع التي تعرضوا له بدورهم إلى جانب الأساتذة. شكرا، مرحبا بك. في هذا المجال ديال القمع شاهدنا في الأحداث الأخيرة ديال تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، كان هناك مجموعة من الاعتقالات وكان هناك عنف في مسيرة التي كانت يومي 6 و7 أبريل، وكان هناك تهم ثقيلة بأنها الأستاذة نزهة اللي كان عندها لفق لها مجموعة من التهم، منها تنقل برخصة بدون رخصة في حالة طوارئ، إيذاء رجال القوى العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، إهانة رجال القوى العامة بأقوال بقصد المساس بشرفهم، احترام الواجب سلطتهم، وإهانة الهيئة المنظمة. شنو النظر ديالك في هذا التهم؟ هو للأسف من العيب أننا في اليوم تكلموا على التهم كاملة، ونقول ونحملوا الأساتذة والأستاذات ما وقع يوم يعني في اليومين الأخيرين، ولنأكدوا عليه القمع ما بداش في هذه اليومين الأخيرين. القمع على الأقل بدأ يوم 5 أكتوبر 2020 مباشرة من بعد الحجر الصحي. في اليوم العالمي للمدرس تعرض الأساتذة والأستاذات للقمع، وبعد ذلك تواردت القمع وتواردت الاعتقالات. فقط ما كانش يعني يكون تقديم يعني الوكيل المالك، وما كانش يتم الإبقاء على الأساتذة والأستاذ في الحراسة النظرية. طبعا في المراحل الأخيرة تم تصعيد القمع في حق الأساتذة والأستاذات. هذا القمع اللي نعتبره قمع طبعا غير مبرر وما عنده حتى شي سند قانوني، لأننا تابعنا جميع وتابعت الصحافة الوطنية وربما حتى الدولية وحتى الصحافة ديال رجال الشرطة، لانه حنا تابعنا بان حسابي جا الشرطه عندهم الناس تيصوروا، وانتم كصحفيين كنتوا تتصوروا وحنا كاساتذه كنا تصوروا. لم يثبت عن اي استاذ او استاذه انه هز يديه في وجه البوليس او وجه القوات المساعده. الكل تيحتاج بشكل سلمي تيستعمل الصوت ديالو للتعبير على يعني بالمطالب ديالو وللاعلان علاش هو جاي يحتاج في الرباط. إذا لم يثبت عن الأساتذة أي فعل يمكن أن يبرر كل ما وقع، وأنا أعتبر بأن ما وقع قمع همجي ممنهج ومقصود، لا أعتبر حادث عرضي، لأنه ما تعرضناش لأول مرة لهذه الممارسات، قلت تعرضنا منذ 5 أكتوبر، وفي كل مسيرة أو في كل وقفة تنظمها سواء الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أو حاملي الشهادات أو الإدارات التربوية أو الدكاترة بقطاع التربية الوطنية، كل فئات التي تحتاج بشكل سلمي يتم قمعها. اليوم هاد الاتهامات أنا أعتبرها اتهامات جاهزة ومشي أول مرة منذ مدة. أي أستاذ تعرض للقمع يعني يتم يعني تلفيق له الاعتداء على أفراد القوى العمومية، التجمهر الغير مرخص، الإهانة ديال رجال السلطة، هذه اتهامات جاهزة عندهم اللي شدوه تلصقوها ليه وتتابعوا بها. أنا تنتكلم معك تحاكمت بأن التهم هذه في 2014 وأنا أستاذ وتعرضت للقمع وقضت في حقي ظلما وجورا المحكمة بشرط موقوف التنفيذ وغرامة مالية. أنا أقول بأن هذه الممارسات أنا أعرف بأن الحكومة تهدف من خلال هذه الممارسات ترهيب والتخويف، هي الهدف ديالها أن الأساتذة مختلف الفئات ما يبقاوش يقدوا يجيو يحتجوا. تنقولوا لها ودي هذه الممارسات راه ما غادي لن تجدي نفعا مع المحتجين والمحتجات، تم تجريبها قبلا منذ سنوات ولم يعني، وهذه الممارسات لا يعني تزيد الطين إلا بلة ويعني تصب الزيت على النار ولا تزيد الوضع إلا احتقانا وتأزما. وتنقولوا لها الله يخليكم الحل في الحوار، راه الى ما كانش الحوار الجدي والمسؤول والذي يفضي الى نتائج معقوله تنقول راه يستمر احتجاج وعيستمر النضال وعيستمر هذه الممارسه. طبعا هما غادي يستمروا بهذه الممارسات، وتنقول كاساتذه لم يثبت، واتحداهم هما لو كان عندهم ولا فيديو في 10 ديال الثواني او 5 ديال الثواني اللي فيه واحد الاستاذ قام باي فعل، راه ما كانوش تسناو، كانوا يخرجوه
كيما قاموا شفنا انهم سخروا بعض المنابر اللي متابع عليهم باش يقولوا ودي هادو بوليس تعرضوا للقمع وداهم تيجيو الشواهد الطبيه وتنقولوا لهم ودي جيبوا لنا واحد لا فيديو واحد. كاين المئات ربما الالاف الفيديوهات اللي تاكدوا بان الاساتذه تعرضوا للقمع ولكن ما لقيناش فيديو واحد اللي وحنا كانوا حتى لي لايف حتى النقره كان بالمباشر يعني كانوا المغرب وربما حتى العالم تيشوف انه هذاك القمع تعرضوا ليه لي لايف يعني حتى لا بغى شي واحد يغطي ما عنده كيد لان اللايف مشى لم يثبت على اي استاذ استعمل حجره او هز يده الاساتذه يحتجوا بيديهم في الارض. لذلك اقول بان هذه هاد التهم هي تهم جاهزه تهم ما عندها حتى شي تهم باطله الهدف ديالها هو الترهيب والتخويف وتنقول لهم راه على مر التاريخ لم يثبت عن القمع والاعتقالات والتصعيد في الاعتقال ان حل ازمه في التاريخ يجيبوا لنا غير ملف واحد حل القمع حنا نمشيو غدا بحالنا. لذلك اقول بان الحل يكمن في الحوار وان كان هناك حوار جدي ومعقول مثل ما كان يقع في 2019 لان مع الزملاء الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد راه كان حوار في 2019 واوقفته الحكومه. هذا هو السؤال ما معنى ان يكون عندنا حوار بدا في 2019 بحضور النقابات بحضور المعنيين عقدنا جولات ديال الحوار وفي واحد النهار الحكومه لاسباب او في نفس يعقوب قررت انها لحاجه في نفس انها تراجع توقف الحوار. كذلك عندنا كان حوار في ملفات اخرى منها ملف حامل الشهادات وتوصلنا لاتفاق نهائي وقررت ان تتنصل من الاتفاق هذا الاتفاق اللي جاء بناء على اقتراحات الوزاره واوقفت الحوار. اليوم حنا في قطاع التربيه الوطنيه الحوار متوقف منذ 25 فبراير 2019 ما كايناش ربما في شي بلاد حتى في الدول العالم الثالث والرابع ان الحوار في قطاع التعليم يتوقف كل هذه المده. في المغرب منذ ان مؤسس الحوار الاجتماعي في المغرب منذ 1996 ما عمرت وقف الحوار في قطاع التعليم، كتتوقف الحوار المركزي، تتوقف الحوار في اي قطاع حكومي اخر، ولكن في التعليم بحكم الخصوصيه ديالو، بحكم انه قطاع تيهم 9 او 8 مليون ديال التلاميذ المغاربه، وكل تلميذ راه يعني كل اسره عندها اولادها في المدرسه، يعني تيهم جميع المغاربه، يعني ما يمكنش توقف الحوار لان بهذا الحوار تنفكوا مشاكل، وملي تنتوقفوا الحوار تيوقع التراكم ديال المشاكل، وهذا الشيء اللي وقع اليوم جميع القطاعات تحتج، القطاع كله يغلي، علاش؟ لان الحوار متوقف منذ 25 فبراير 2019 وسنقول ان الحل في الحوار وليس في القمع وليس في الاعتقالات. فعلا استاذ بما انك منسق اساتذه حاملي شهادات العليا بما كتفسر تراجع الوزاره عن الاتفاق المكتوب مع النقابات يوم 21 يناير 2020 اللي كيقول فيه بحال حالات يعني الملف كاملا. نعم هذه سابقه حنا حامل الشهادات نحتاجو في قطاع التربيه الوطنيه منذ 2016 باش تنطالبوا ان واحد الحق كان او ظل مكفول في قطاع التعليم الى 2015 حق كان جميع الاساتذه والاستاذات عندهم شهادات تعليميه عموميه. هادو ماشي شهادات جابوا الناس من برا او شراوها بالفلوس، هادو الشهادات اللي خداوها بعرق جبينهم وتنعرفوا اليوم في المغرب شكون تياخذ شهاده الماستر وما او ما يعادله. والغريب انه عندنا بعض الشهادات اللي موقعها رئيس وزير التربيه الوطنيه سعيد امزازي من اللي كان رئيس جامعه ومن اللي كان عميد الكليه واساتذه اطرهم سعيد امزازي فاش كان استاذ جامعي في كليه العلوم. اذا هذه الشهادات تعليميه عموميه وكانوا تترقوا ويغيروا اطارهم الاساتذه الى غايه 2015. من بعد 2015 الوزاره اصبحت تتلكا في تسويه الوضعيه الحامله لهذه الشهادات هذه. حنا بدينا نحتاجوا من 2016 نقولوا ودي الله يخليك راه ما يمكنش. حنا اساتذه عندنا نفس الشهادات الجامعيه، تنقوموا بنفس المهام، تنشتغلوا في نفس المؤسسات، ما يمكنش واحد الجزء عنده الترقيه وتغير الاطار من على الشهاده، وانا انا وياه عندي نفس الشهاده محروم من هذا الحق، راه هذا وضع لا يستقيم داخل القطاع التربيه الوطنيه، تنقول لهم الله يخليكم احنا كاساتذه واستاذات فقط بغينا غير المساواه مع الزملاء ديالنا داخل الاقسام. ما كانش في الاول استجابه، كان تعنت، كان رفض وما الى ذلك، ولكن توصلنا من بعض النضالات، توصلنا في 25 فبراير اللي قلت لك قبيله اخر لقاء الوزير مع المسؤولين النقابيين، الوزاره عطات مقترحات في 25 فبراير 2019، ولكن قالت الوزاره بانها هذه المقترحات التي قدمت في ملف حامل الشهادات وملفات اخرى مستعده، يعني مقترح اولي يعني كارضيه للنقاش، ومستعده لتجويد هذا العرض. بعد تقريبا سنه توصلنا كما ذكرت الاستاذه الفاضله في 21 يناير 2020 لاتفاق نهائي في ملف حمل الشهادات وثلاثه ملفات اخرى، ملف الاداره التربويه واطر التوجيه والتخطيط وملف مكلفنا خارج اطارهم الاصلي، على اساس انه الوزاره قدمت مقترحات
قلنا لا خليك شنو فين عندك المشكل في تسويد الملف حاملي الشهادات. الا عندك مشكل في الفلوس يعني المشكل المالي حنا مستعدون للالتزام ما نطالبوش مستحقات ماليه الى ان تزول الجائحه. الا عندك مشكل على مستوى السلع الدراسه بان الناس غادي يغيروا الاطار نحن مستعدون نلتزموا باش ما نغيروش الاطار ديالنا مباشره ونتسناو بعض الوقت الى ان تفتح لنا مناصب جديده للتاهيل. الى عندك مشكل في الاشكال القانوني عطيناها مقترح باش انه تدوز الامور بسلاسه ووافقت الوزاره على هذه المقترحات بثلاثه وتوصل اتفاق نهائي. هذا الشيء في 21 يناير 2020 بحضور المدير الموارد البشريه والنقابات وكان المقترحات نحن قبلنا هذا العرض هذا والتحقنا بالاقسام وخدامين تنتسناو اصدار المرسوم الذي اتفقنا بشانه. للاسف من اللي دخلت المغرب دخل في الجائحه والغريب انه من بعد من اللي قمنا بمجهود جبار جدا كاساتذه وكشعب مغربي لان نجحنا يعني تجاوزنا الاكراه هذه الجائحه وتجاوزنا ولادات المغاربه مكان السنه بيضاء وكنا ضحينا بمالنا الخاص وكل شيء الخارط اسر وما الى ذلك. كنا تنتظم الوزير على الاقل من اللي نجحنا السنه الدراسيه ونجحنا اجراءات اخر سنه الامتحان الوطني ونجحنا الدخول المدرسي. كنا تنتظر فقط ان الوزير يقول بون انا احترم الاساتذه واقدرهم واهنئهم واحييهم على المجهودات اللي قاموا بها وانا انا على الكلمه ديالي التزم داك الشيء اللي يعني اتفقت معهم عليه. مباشره من بعد ما نجحنا الدخول المدرسي الوزير خرج تصريح في اذاعه قال بانه ما عنده حتى شي علاقه بهذوك الاتفاقات وبانه يلتزم منها بجميع الاتفاقات. لذلك فرض علينا ان نخرج الاحتجاج كما ذكرت وخرجنا يوم 5 اكتوبر 2020 وماشي غير حنا كحامل الشهاده لان هذا الاتفاق فيه اربعه الملفات جميع الفئات الاخرى تحتج اليوم. اذا اليوم حنا كاساتذه نحتجوا فقط تنطالبوا الوزاره تلتزم معنا باتفاق اللي هي اصلا قدمته الوزاره قدمت هذا الاتفاق واتفاق ما عنده حتى شي تكلفه ماليه ما عندوش اتفاق غير مكلف ماديا نهائيا. ومع ذلك انا استغرب اليوم شنو نقولوا ودي شكون الناس مادام الاتفاق ملف الوزاره راه بحملوا لان عندها اطر عندهم شهادات عليا الناس عندهم 3 سنين 4 سنين في سلك الدكتوراه تي باغي يقوم بالمهام ديال الوزاره تتوظف فيها بالاجازه والوزاره ترفض ولو كنا ربما في دوله اخرى. والغريب انه هاد الناس هادو هاد الاساتذه شي الناس يمشيو لقطر والامارات بالاجازه وبالماستر ولاد المغاربه تتقريهم الدوله المغربيه تخسر عليهم الفلوس وتمشيو قرا في دول اخرى وحنا علاش والامارات وقطر يعني تقوم بمجهود كبير باش تديهم وتتخلصهم مزيان تقول لهم غير اجيو اللي طلبتو عيش تعترف بالكفاءه وبالاطار المغربي. لذلك اليوم تنقولوا هاد الاساتذه بغاو يقريو ولاد المغاربه وما عندهمش تكلفه لان اصلا هما تتخلصوا من الميزانيه بغاو يغيروا غير واحد الاطار. وبالتالي تنتسائلوا من الذي يدفع الوزارة أو من الذي يجعل الوزارة أن تفكر لكي تبقي على هذا الوضع هذا على ما هو عليه. ونقول بأننا كفئة كتنسيقية كمعنيين كمتضررين راه ما غاديش نتوقفوا. وحنا ناضلنا لمده 2016 ومستمر في النضال وتنقول راه يعني 6 سنوات وما عيناش مستعدين ناضلوا سنوات أخرى لأننا مقتنعين ومآمنين بالعدالة الملف ديالنا. وتنقول هذا ملف عادل ومشروع كما ناضلنا جميع قبلا عن ناضلوا ما غادي تخوفنا لا اقتطاعات لا اعتقالات لا ترهيب لأي شيء لأن غادي نستمروا مع الملف ديالنا إلى لا نهاية وما غادي نحيدوا من الشارع إلى حين تسوية الملف ديالنا كاملا ويعني دفع الوزارة لالتزام الاتفاق ديال 21 يناير 2020 وتحقيق الترقية وشغل الإطار لموظفي وزارة التربية الوطنية حامل الشهادات. واش في النظر ديالك أن الوزارة استغلت جائحة كورونا للتراجع عن الملف أم أنها يعني في البداية في الأصل لا تريد حل هذا الملف؟ لا هذا هو الغريب هذا هو. أنا نقول دائما الوزارة تستغل فعلا الجائحة وماشي في الملف هذا. هي الآن تستغل الجائحة في مختلف لأنه ملي تنشوف كل شيء تيحتج وتيخرجوا المديرين الناس عندهم 60 61 سنة تيحتجوا وتيتعرضوا للصفع من طرف عناصر القوى العمومية وتيخرجوا الدكاترة بقطاع التربية الوطنية يحتجوا وتيخرجوا حامل الشهادات العليا يحتجوا وتيخرجوا الأطر التوجيه والتخطيط والوزارة من لا تحرك ساكنا وتتخليك وجها لوجه مع عناصر القوى العمومية يعنفوك أو يعتقلوك أو شوف شنو يلفقوا لك التهم أو ما نعرف شنو يديروا لك تنقولوا هنا كاين استغلال بشع للجائحة. وتنقولوا الذي يستغل اليوم الجائحة والذي يخرق حالة الطوارئ الصحية الأول والأخير هي وزارة التربية الوطنية. لأنه لو كانت الوزارة نية لعدم استغلال الجائحة لدعت للحوار
ما يمكنش اليوم اننا في 2021 ونبقاو نطالبوا فقط بالحوار من بعد الدستور. نحن نعتبر كلنا انه دستور متقدم من حيث حقوق الحريات. عندنا دستور متقدم يدعو هذه الحكومه النهار الاول من اللي جات قالت لنا نحن حكومه الانصات والانجاز. واسيدي غير سمعوا للناس غير عرفوا شنو بغاو، ما كاين انصات، ما كاين حوار، وحتى الحوارات السابقه تم التنصل منها. علاش؟ لانه كما ذكرت، لان من بعد الاتفاق اللي كان في 21 يناير 2020، في مارس دخلنا في الجائحه، لان الوزاره كانت قالت لنا عطينا بعض الوقت يعني شهر او شهرين وغادي نصدر المراسيم. ملي دخلنا في الجائحه وقلنا انا ذاك الوزاره الله يخليك الا كانت ازمه ماليه ما تكلموش لنا على الفلوس. انا عارف البلاد الا كانت بلاد فيها ازمه نحن مستعدون للتضحيه ومستعدون لتقديم اليد العون، وحنا اي حاجه ممكن تعرقل تسود هذه الملفات نحن مستعدون للتعاون ونتجاوزوها جميع. يعني ما كايناش شي سبب شي مبرر يخلي الوزاره انها تتعنى تسويد الملفات. اذا اليوم تقول بون هاد الناس ما غاديش يقدروا يحتجوا لانه كان حاله الطوارئ الصحيه، كاين المنع ديال الناس يتنقلوا الرباط، اللي بغى اللي حصلوه جاي الرباط انه تيشدوه يديروا ليه الغرامه، رغم ان تنشوف المغاربه اليوم حاله الطوارئ الصحيه راه كان غير في قطاع التعليم في الاحتجاج، اما المغاربه تيتساراو في كل مكان، الناس خارجه في الاسواق، الناس يديروا مظاهرات شفنا في مجموعه من المناطق، الوزير تيمشي في السفاريات مع 70 80 صحفي والناس يصوروه القدام وتمشيو مع وفود، وبالتالي حنا تنشوفوا ربما الحجر غير في هادشي ديال الاساتذه والناس اللي باغا تطالب بحقوقها العادل ومشروعه. ومع ذلك نقول لو كان هناك حوار من اليوم من غدا ما نجوش نحتجوا. اذا الذي الان يخرق حاله الطوارئ الصحيه هي وزاره التربيه الوطنيه، الذي يستغل حاله الطوارئ الصحيه للابقاء على الوضع البائس على ما هو عليه هي وزاره التربيه الوطنيه، الذي يريد استغلال حاله الطوارئ الصحيه للتنصل من الاتفاقات السابقه هي وزاره التربيه الوطنيه. لذلك نقول حنا منذ 5 اكتوبر كنا عرفنا بان الوزاره استغلت حاله الطوارئ الصحيه وهي باغا دينا الانتخابات، باغا تربح الوقت باش تمشي الانتخابات وما تسوي حتى شي ملف، وربما الوزير غيمشي الانتخابات وربما يجي وزير اخر ويخلينا يعني في صراع مع وزير جديد. لذلك انا نقول نحن عندنا التزام مع هذا الوزير، خصو يلتزم معنا بتسويه الملفات على الاقل في الملفات ديال 21 يناير 2020، وكذلك يستمر الحوار في الملفات ديال الزملاء ديالنا الذين فرض عليهم التعاقد ويتم القضاء بالادماج ديالهم جميعا في اسلاك الوظيفه العموميه. كنشوفوا بان النقابات حاليا التزمت الصمت لا بالنسبه للملف ديالكم ولا لباقي الملفات، يعني كملف اساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، الملف ديالكم حتى هو تغير الاطار، يعني شنو النظر ديالك؟ لا النقابه للاسف حتى نكون واقعيين انا استغرب ومتاسف لهذا الوضع الذي آل اليه الوضع النقابي في البلاد. وبعد المرات نبدا نطرح اسئله وتنتابني شكوك وهي شكوك مشروعه، لانه في الوقيته كنا حنا والنقابات غادي نجميع تنسيخ خماسي، ولا ربما واحد الوقيته حتى كان فيه حتى 7 النقابات، النقابه التعليميه زائد النقابه ديال التعليم العالي. في واحد اللحظه انفرط هذا التنسيق. هذه باش نطرحوا اسئله، ما هي الاسباب التي ادت الى انفراط تنسيق النقابه؟ ومن بعد توليو جو نسقوا، ومن بعد تنفرط التنسيق تقول لهم الله يخليكم وتكونوا معنا واضحين. عتنسقوا ديروا ندوه صحفيه يقولوا لنا ودي حنا كنقابات كاين ما يجمعنا، كاين نقاط ديال الالتقاء، عندنا خوف معارك نظاليه مشتركه وغنمشيو هالبرنامج ديالنا. قررتوا هذاك ما تبقاوش منسقين، ديروا ندوه صحفيه يقولوا الله يخليكم احنا قررنا ما نبقاوش منسقين للاسباب التاليه. هالاسباب هذه ولا بغيتوا عاوتاني ترجعوا قولوا ودي الله يخليكم احنا كنا خاطئين قبلا فاش نفارط التنسيق والحل في الوحده. هادشي ما كاينش. تيجتمعوا كتاب العامي ديال النقابات، مره ينسقوا مره ما ينسقوش، ومره كاين حتى السياسات، لان تنعرفوا كاين احزاب، مجموعه من الاحزاب قريبه من النقابات قريبه من احزاب سياسيه. ولذلك اقول انه هذا وضع ما تيشرف حتى شي واحد وما باغي حتى شي واحد، لانه حنا عارفين بانه الضعف ديالنا كشغيله تعليميه في الفرقه وفي التشتت وفي التشرذم. وفاش نشوف انه كما ذكرت انه ستاد النقابات نقابه بوحدها وجوج النقابات، دابا جوج النقابات ولات نقابه ما بقوش بجوج، وثلاثه ديال النقابات تنسيق هش، تنسيق مزاجي ماشي تنسيق مبني على ارضيه وعلى برنامج وعلى افق، تنسيق مزاجي. ملي تترشق لهم تنسقوا، او ربما تنسيق ياتي على بناء على اتصالات هاتفيه. ملي ما تترشقش لهم ما تنسقوش. منذ مده التنسيق الثلاثي كان، واحد اللحظه ما بقاش، تجمد دابا رجع، كان تنسيق ثنائي ما بقاش، دابا ما بقاش، كان تنسيق خماسي ولا هاد الامور هذه اللي خليكم تنقول لهم احترموا نساء ورجال التعليم، وانتم
السبب الرئيسي فيما آلت إليه الوضعية في قطاع الوضع داخل قطاع التربية الوطنية، وأنتم السبب الرئيسي في المعضلة ديال التعاقد، وأنتم السبب الرئيسي في المعضلة ديال الملف حامل الشهادات وإدارة التربية، وأنتم السبب الرئيسي في خلق التنسيقيات. لأنه لو كانوا فعلا نقابات وتناضلوا بشكل معقول وجدي وصادق، ما غاديش يفرطوا في ملف الترقية وشغل الإطار، وما غاديش يفرطوا في ملف الإدارة التربوية، وما غاديش يفرطوا في الملف ديال أطر التوجيه والتخطيط والدكاترة، وما غاديش يسمحوا للحكومة باش تنزل التعاقد. إذا تنقول لهم انتم السبب وعطيناكم فرصة أخرى كنساء ورجال التعليم، قلكم الله يخليكم، يعني حنا ولاد اليوم أجو نعاودو من الأول، وشكون واحد الوحدة كما تقول لي فاسمات، لأنه ما عندناش بديل آخر، حنا جميع كفئات كنساء ورجال التعليم والنقابات ما عندناش خيار آخر إلا نعاودو نجمعو من جميع ندخل في معارك نضالية. ماذا وقع؟ من اللي بدينا نناضلو ونحتجو حققنا بعض المكاسب، واللي منها الاتفاق ديال 21 يناير 2020، ومن اللي بقينا كما تنقولوا قربنا نحققوا بعض المكاسب، انفرط التنسيق وما عرفنا بدا اتصالات ولا كل واحد يتهم الاخر، وبداو لي زوديو تيخرجوا حنا هي النقابه المناضله وانتم بعثتوا المارش. تنقول الله يخليكم هذا الوضع ما تيشرف حتى شي واحد، والكتاب العامين النقابات راكم تتسيئوا نفوسكم وما تتصرفوش كرجال الدوله. وانا تنقول هذا الكلام غيره وضرني، ماشي تنتهمهم، لانه انا تنتاسف وتنقول حنا بغينا نقوم النقابات، وبغينا الان انا تنتكلم معكم من الان من هذا الموقع، بغينا نقابات قويه. لذلك باش تكون عندنا نقابات قويه ماشي بهذه الطريقه، راه ماشي بهاد لي زوطو تتخرجوا، وماشي بهاد الاتهامات اللي كاينه، وماشي ملي ترشق لكم ديروا تنسيق تخرجوا بيان، ملي ترشق ما ترشق لكم ما ديروش، ملي ترشق لكم تبغيو تخرج دعموا نقاب فئات، وملي ما تبغوش ما تدعموش. هذا ماشي نضال وماشي عمل نقابي، وما غاديش نقول شي كلام اخر قاسي اللي ممكن. حنا بغينا نعاودوا نجمعوا هادشي، وتنقول لهم حنا مقبلون على الانتخابات المهنيه النقابات، راه ما عندكمش حصيله، ما عندكم ما تقدموا غدا الاساتذه، الاساتذه كلاو العصا، تعرضوا للقمع، الاساتذه تعرضوا للعنف الجسدي والمعنوي، والعنف المعنوي اكثر نفسي، لان هذيك الاستاذه اللي تهزات بديك الطريقه بداك الوضع كيفاش هي من شادينها اللي فيه التحرش وما الى ذلك، هذاك ضعف الجرح سيبقى غائرا داخل النفوس ديال النساء ورجال التعليم، ما يمكنش ندامل هذاك الجرح، هذاك اصعب بكثير من ديك العصا اللي تنتعرضوا ليها. هذا وضع خطير جدا، وانتم الان مكمشين وتتفرجوا في الاماكن ديالكم ومتبعين لي لايف، وما قادينش تخرجوا الشارع، وما قادينش تخرجوا تقولوا البوليس كفى، لانه لو كانوا فعلا النقابات تكونوا في الصفوف الاماميه، وما قادينش تخرجوا الوزاره تقولوا هذا الشيء ماشي معقول وتوقفوا، لان هذوك الاساتذه واش ممكن غدا تمشي هذاك الاستاذ تقول له جي صوت عليا؟ واش داك الاستاذ اللي تعرض؟ انا تنشوف انا كاستاذ تنشوف راسي في هذيك الاستاذه اللي تعرضت لهذاك اللي عطاش الاسم ديالها، وهذيك الاستاذه اللي غادا مشيطنها خمسه دي اول، وهذيك الاستاذه اللي قد تعرضت للتحرش، وهذاك الاستاذ اللي تعرض ديك الطريقه المهنه اللي حيدوا له الميكرو. انا كاستاذ تنشوف راسي في وسط منهم، وبالتالي انا غدا ما تجيش عندي تقول لي صوت لانك ما درتش ليا والو، وفي وقت المحنه ما كنتيش واقف معايا. لذلك انا اقول ان الوضع النقابات اليوم ما تشرف حتى شي واحد، ويتحملون المسؤوليه الاكبر فيما يقع اليوم للنساء ورجال التعليم. ختاما استاذ، يعني من داخل منبر اصوات، يعني شنو الرساله اللي تقدر توجه للسيد وزير التعليم سعيد امزازي؟ لا انا ما تنقول له ما غاديش رساله، لانه هنا كاين واحد المطلب وانا تنحشم نذكره، تنحشم نقول نفتح الحوار، لانه هذه مساله طبيعيه. ما يمكنش اليوم اننا في المغرب من بعد الدستور من بعد عهد جديد من بعد مجموعه الامور اللي زوينه في المغرب، ما يمكنش نقول كل شيء خايب ونقول لك خليك اجي اجلس مع الناس. الحوار راه ماشي كما تيقول الوزير، راه ماشي الحوار لا يقتصر على النقابات، راه كاين فرق ما بين الحوار والتفاوض والنقاش والاستماع. انا ما كاينش شي حاجه تمنع الوزير يستمع للموظفين، ما كاينش شي قانون يمنعه، ما كاينش شي حاجه تمنع الوزير يتحاور معايا الحوار، لان الحوار هي فضيله باش ممكن نتجاوزوا كل مشاكل والاكراهات، ما كاينش حاجه منع نناقشوا في الاعلام او في اي مكان، ولكن التفاوض تقول اه انا نتفاوض مع النقابات حقك، لان هذوك عندهم يعني ندوز الانتخابات، ولكن الانصات والاستماع والنقاش ما كاينش حاجه الوزير يمنعوا يستمع لاي استاذ في اي مكان. واش الوزير الا خرج الشارع او كان غادي شي مكان وتلاقى واحد الاستاذ وسولو كاين شي حاجه تمنعو يجاوب عليه ويرد عليه في اي يعني في اي يعني في ملف كان. لذلك انا ماشي ادعوه، انا ما هذه مساله الوزير خاص الحوار ما عمرو توقف داخل قطاع التربيه الوطنيه، وانا كما ذكرت قبل ما عمرو توقف على الاقل منذ 96 الى ان توقف اليوم في 2019،
وفي عهد الغريب اللي تألمني أكثر أنه في عهد وزير كان أستاذ جامعي أستاذ زميل ديالنا. دابا نتصوروا أن في عهد وزير أستاذ جامعي زميل الأساتذة تعرضوا للعصا والقمع والتنكيل وتيتعرضوا للتحرش أستاذات وتيدوزوا يومين في الحراسة النظرية. يعني وزير مسؤول بشكل مباشر على زملاء ديالو دوزوا يومين ديال الحبس وأستاذات ومن بعد مدة وجيزة من بعد اليوم العالمي للمرأة. إذن هذا أمر غريب جدا ويستحي أنا أستحي ما كان أمزازي وأتمنى باش يعجل بعقل. هادو الناس ما تيطالبوا بوالو، تيطالبوا فقط من الحوار ويكون حد الحوار جدي حوار معقول، لأن ما كاينش شي حاجة مشات مزيان لا ما كانش المعقول. من غير المعقول أنه الدب تفق معنا في 21 يناير 2020 وتراجع، هذا ماشي حوار معقول. هذا كان عندك نية مبيتة كانت مناورة تربح الوقت وبغيتي دوز واحد الحيل، ولكن الان تفضحوا اليوم كل انقلب السحر على الساحر، لان اللي كل شخص شي يحتاج. لان واش كان شي ديك المسكينات، لانه من بعد باش الوزير بغى يربح الوقت ما راهش يقول الملف الحامل الشاذ الملف هذا شحال، من بعد تنسيهم شو يقول الملف اخر شحال الملف اخر، وغادي تدير مسكنات لكل فئه. من بعد الناس كلهم فهموا، لان ما يمكنش تناور وتضلل الناس طوال الوقت. ممكن تضللهم واحد الشهر شهرين ثلاث شهور، ولكن ما يمكنش تضللهم عام غادي يعرفوك يعيقوا بيك. داك الشيء اللي وقع لهم امزازي عاقوا به بانه غادي يشير ربح بين الوقت. وامزازي حصيلته داخل قطاع التشغيل الوطنيه حصيلته صفريه، صفر انجاز على مستوى الملفات. واتحداهم الوزير امزازي من اللي جاء 2017 اللي هنا يقول لي حل ملف واحد، والملفات اللي تيقول الوزير امزازي حل هادشي كذب على المغاربه. ملف زنزانات سعود تحل داخل الحوار المركزي اللي تراسه رئيس الحكومه، ملف ضحايا النظامين تحل داخل الحوار المركزي اللي تراسه رئيس الحكومه، ما تحلش داخل الحوار القطاعي اللي في الوزير التشغيل الوطني والنقابات، تحل داخل الحوار المركزي تحت مسؤوليه رئيس الحكومه. الملفات الاخرى كلها عالقه، كنا تنقولوا على الاقل يحل هاد 4 الملفات ويستمر الحوار في ملف التعاقد، وكنا نامل انه يكون الادماج داخل قبل الانتخابات. هادشي دا توقف من بعد اكتشفنا انه منور. اذا حاسس ان حصيله صفريه، وتنقول له راه غدا ما تمشي بحالك، راه بكل صيت نساء ورجال تاعنا بقاو يقولوا الوزير السابق سعد امزازي غير مأسوف عليه. حنا ما بغيناش هاد اللفظ هذا نسمعوه مستقبلا، بغينا تبقى السمعه ديالو طيبه بحال ما كان الوزير السابق الله يرحمه الوفا. بغينا كذلك امزازي الان يعجل بالحوار وتسود هاد الملفات وكل الملفات، وبغينا كذلك تبقى عنده على الاقل واحد الصوره بحال ما كان الوزراء السابقين. شكرا. شكرا لك استاذ على الصراحه ديالك. وصلنا لنهايه الحلقه، وشكرا على انك قبول الدعوه حضرتي معنا. شكرا لكم وتنحييكم مجددا على المتابعه ديالكم ديال ملف ديال النساء ورجال التعليم. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهايه الحلقه، نتلاقوا ان شاء الله في حلقه مقبله ومع قضيه جديده ان شاء الله. شكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.